عيادي وينك الغيبة يا أخو؟ موجود في الساحة الحمد لله، قاعد مع ليكيب ناسيونال دي ميلسيس. ان شاء الله عندنا بيانتو تو عندنا كوب دراب، وان شاء الله نكونوا حاضرين. لما نتاع اليوم مش نجيك من تو من الاخر يعني، لما نتاع اليوم لما باقي ان شاء الله تتعود اللمات هذوما. اخواتنا الجزائريه مرحبا بهم في تونس، ان شاء الله تتكرر التظاهرات هذه، وان شاء الله كيما جونا هما كيما نمشوا لهم غاديك باش نقربوا لبعضنا شويه. زاد عندنا برشا احنا الاولاد الكليك ما تقبلناش مع بعضنا، باقي في لمات كيما هذوما باش نزيدوا نقربوا لبعضنا كيسوا، حتى على الفرق يشوفوا توا جوالات القدم كيما ليتوال من الصفاقس من الاسبيرونس من الكليوب مع بعضهم، على الاقل تنقص شويه كنت شنج الواحد، وان شاء الله اخويا تتعود على اللمات هذو. ما شاء الله سالت فوديل مغاري قال لي توحشت وحمروني عندي برشا ما ريتوش. اي مرحبا بيه فضيل مغاري، هذاك توا بالنسبه لي كان يلعب في الكليوب كنا نتقابلوا كونتر بعضنا، توا توا بدنا اصحاب والحمد لله يعني نتكلموا مع بعضنا وان شاء الله. قديم ولا؟ فما الوش فما قديم يزيد من المشاكل اللي قديم، فما حتى قديم اخويا الحمد لله يعني جوار كبير بفضل مغاري. تفرج تبارك الله يعني سامي ترعى الجزائريه اللي جاوا لهنا، بارك الله فيهم اللي جاوا هنا وعملوا الماتش نتاعهم. ان شاء الله ان شاء الله نعوضوها احنا ونمشوا لهم غاديك ان شاء الله. الماتش نتاعك ما تغيبش عادي واليوم اكيد حاضر. الحمد لله يعني حتى البونتو ما جي شيء هو لما حاله ما مركيت متعود يعني بالبونتوات الحمد لله ان شاء الله ديما تكرر، حتى وقيك جت صدفه حتى خلي المركي شو نقول لك انا عملتها بالعام وكيك جت صدفه.